السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العرض اللي عندنا لكم اليوم واحد الشقة اللي جات في الطابق السفلي، مساحة ديال 94 متر مربع، جات في السونتر ديال مدينة حد السوالم. الشقة السفلية بجوج الواجهات، المساحة ديالها 94 متر مربع، فيها ثلاثة البيوت وصالون وجوج الحمامات ومطبخ مجهز. غنبدا لكم التصوير من الدروج ان شاء الله. بالنسبه للدروج اللي كتشاهدوا معايا، دروج مخدومين بشكل اللي هو زوين، مصلوحين مزيان وزالين ما شاء الله. بالنسبه للضوء راه ديتكتور دو موفمون، يعني بالحركة. عندنا الدخلة ديال الموبل كالشكل التالي، مهزوزة من الأرض واحد العلو اللي هو جيد على قبل البرودية. بالنسبة للونتخي كتبقى على الشكل التالي، بيبان ديال تركيا بلاندي نوع ممتاز، لا بيسيور ديال الكادر راها كبيرة. بالنسبة للي لاكس اللي كاينين هنا من هاد الجهة اللي كتسد، وعندنا لي لاكس اللي كيخرجوا من اللي كيضرب الساروت، عندنا ثلاثة ديال لي لاكس. بالنسبة للبيبان راهم بيبان بلاندي، يعني راهم امان بالنسبة للناس اللي كيبغيو مثلا يسكنوا فيها غير شهر ولا شهرين في العام. بالنسبه للناس كيجيو من برا وكيبغيو يمشيو مثلا، وهذا باش كيرجعوا غير في الصيف، يعني كتسد تقريبا العام كامل، يعني ما عندهمش مناش يخافوا، بيبان راهم امان ما شاء الله. وكيف ما عودناكم دائما كنبداو لكم التصوير من جهه ديال اليمين. جهه ديال اليمين كنوجدوا هذا الصالون هذا اللي جاب واحد المساحه اللي هي كبيره، وجا البلافون اللي بواحد الشكل اللي مخدوم بواحد الشكل اللي هو مزيان تبارك الله. كاين عندنا لي سبوت، عندنا النيو، عندنا البانيل، عندنا البوله ديال الوسط بالنسبه اللي بغى يدير تريا. مساحه كبيره بالنسبه للارضيه، راه مخدومه بشكل مزيان. وعندنا هاد الكولوار هذا اللي جا ما شاء الله واسع. وعندنا لا شومبر الاولى اللي جات بواحد اللوين في الحياة ديال الصباغة اللوين، يعني كاين واحد الاختلاف بينه وبين الصالون وبينه وبين الكولوار. بالنسبة للقبص راه تا هو كاين واحد الاختلاف باش ميكونش التكرار. بيبان ديال الخشب ما شاء الله بيبان زوينين، وعذروني على الكلمة ديال زوينة، راه كنقولها بزاف، تعودت نقولها ما شاء الله. على أي هذا هو لاشومبر رقم جوج، رجا شوكة جا جوج تراجم، وعندنا فيه بلاكار كبير ما شاء الله، بلاكار كوليس ما شاء الله. بالنسبة للبلافون راه جا مختلف على البلافوات ديال البيوت اللي سبق وصورت لكم. الله أكبر. وعندنا هنا الكوزينة اللي جات بواحد الشكل اللي هو رائع بالنسبة للسيدات، الكوزينات اللي كيبغيو راه تقريبا المواصفات كاع متوفرة. بلاكارات الفوق كاين لاهوت، كاين فورنو، وكاين عندنا الفران، وعندنا بلاصة ماكينة الصابون، وعندنا هنا بلاصة الشوبو إلكتريك. إلا كان غاز ماشي مشكل، لحقاش جا عند الشارجون كاينة التهوية ما شاء الله. هاد لافابو اللي جاب واحد ديزاين اللي رائع. وعندنا هنا بلاصة الثلاجة اللي ما شاء الله مخدومة بواحد الشكل اللي زوين ما شاء الله. وعندنا لاشومبر 3 اللي فيها الحمام. نبدا لكم بالحمام،
ما شاء الله مساحة كبيرة، سانيتير ما جيد. بالنسبة للحيط خدوم واحد زليج بواحد فينيسيون زوينة، لها الزواقة ما شاء الله غزالة. عندنا بلافون ديال هاد بيت النعاس جا بهاد الشكل اللي زوين في القبص، وعندنا بلاكار كوليس فيه لي زيطاجير. الناس اللي عجبتهم هاد الشقه وبغاو يتواصلوا معايا، الرقم ديالي هو 07 66 78 30 12. نعاود نذكركم بالمساحه ديالها، المساحه ديالها 94 متر مربع، الثمن ديالها اللي هو 62 مليون طبعا قابل للتفاوض. عندنا هاد هذا صالون، نسيت ما قلتوش لكم في البداية، فيها جوج صالونات وثلاثة البيوت وكوزينة ومطبخ. كنعتذر لحقاش ما شرتش ليه في البداية ديال الفيديو. وعندنا هاد ليزيطاجير اللي جاو في الدخلة قدام الحمام، وعندنا الحمام المشترك. الحمام المشترك جا عندنا هاد الباسك هنا، وعندنا هاد المرآة هادي، وعندنا طواليت سانيتير يعني نوع جيد. بالنسبة للزواق راه بحالها بحال اللي في المطبخ الآخر. وعندنا ما شاء الله هذا الرشاش اللي ما شاء الله رائع. كيف ما سبق وقلت لكم، بالنسبة للناس اللي عجبتهم هالشقة وبغاو يتواصلوا معايا، الرقم ديالي هو 07 66 78 30 12. المساحة ديال الشقة 94 متر مربع، بالنسبة للثمن 62 مليون طبعا قابل للتفاوض. الى هنا الله يعاونكم في عرض جديد ان شاء الله.